مبروك لكل لبنان، مع انه بنعتذر نحن اول جمعه هذه للمنتخب، فينا نعتبرها اول تمرينه، اكيد لازم يكون مستوانا احسن. 26 تورن اوفر رقم اكثر من كثير، بس the good thing انه تعمل 26 تورن اوفر وتقدر ترجع تنتزع الربح، الحمد لله. يعني نتأمل بكرة وبعد بكرة أكيد تكون الأجواء أحسن بكثير من هيك. يوم الجمهور اللبناني إجا ليواكب منتخب بلاده بقاعة أنطوان شويري بغزير، تحديدا هذا الملعب شاهد على إنجازات كثير كبيرة إن كان للمنتخب اللبناني أو حتى للفرق اللبنانية. اليوم شو بدك تقول للجمهور اللبناني؟ بدنا نشكره امبارح واليوم وبكرة، الجمهور اللي ما بحياته بيترك المنتخب، الجمهور الوفي للمنتخب، والمنتخب يلي هو بيجمع كل جماهير كرة السلة وبيجمع كل اللبنانيين وراه، لأنه هو مصدر الأمل يلي عطاهم للبنانية بأسوأ الأيام وأكثرها سوداوية. فأكيد رح يكون المنتخب عند حسن ظنهم سواء بهالبطولة الودية أو ب 23 وب 26 الشهر. بدي أطلب من الجمهور اللبناني ضل عم بيواكبنا بهالبطولة، وأكيد ب 23 الشهر يواكبنا بالمباراة ضد سوريا بسوريا، وب 26 بدنا فول هاوس إن الله راد بنهضنا وفل. مات الحلو بهالمنتخب، يعني عم نشوف وجوه صغيره شابه ناشئه بهالمنتخب، هيدي فرصه جديده اليوم خلينا نقول للبلان المستقبل اللي عم بيحضره الاتحاد للمنتخبات الوطنيه. يعني الحمد لله مثل ما بتعرف نحن من وقت وصولنا عم نشتغل كثير على النشئ على اليوث، وبالتالي نحن مش خايفين من المستقبل، عارفين انه صار عندنا خزان كثير كبير من اللاعبين، وعالم رح تسلم الشعله لاجيال طالعه. فاكيد باذن الله، يعني منه الاندر 14 والاندر 16 والاندر 18 اللي لعبوا، بقول لك خير دليل على اللي عم اقول لك اياه. يعني النتائج اللي عملوها، شفت الاندر 14 رفعوا لنا راسنا مؤخرا، 16 وال 18 وصلوا على كاس العالم، بالنتيجه هدول كلهم هن الامل وهن المستقبل لمنتخبنا الاول.